أستاذ، نحن يعني حقيقة أمام عدة سيناريوهات بالنسبة للوضع. قد يبقى الوضع، يعني السيناريو قد يبقى الوضع ضمن قواعد الاشتباك التي مرت خلال الفترة الماضية. وهناك سيناريو أنا أرجحه أن الوضع لن يبقى ضمن الإطار السابق، بل سيتم هناك تصعيد في المرحلة القادمة، وخاصة مع قدوم ترامب. وبايدن إنما هو يريد أن يعني يسلم ملف الحوثيين بالذات والبحر الأحمر، يريد أن يسلمه إلى الإدارة الجديدة في أمريكا ملتهبا من أجل تصفيته من قبل الإدارة الجديدة، لأن ملف البحر الأحمر هو ملف عالمي، أمريكا معنية فيه بشكل مباشر باقتصادها وتجارتها وبريطانيا وألمانيا. لذلك الإدارة الحالية تريد تسليمه إلى الإدارة القادمة وهو ملتهب، وهذا السيناريو الذي أرجحه. هذا السيناريو أرى أن سياسة ترامب في المرحلة القادمة بهذا السيناريو سيقوم بالذات على جبهة اليمن وجبهة الحوثيين بالتصعيد، ولن يكون هناك أي طرح آخر غير التصعيد في البحر الأحمر، أي لن يكون هناك هدنة أو مفاوضات. سيعيد الحوثيين إلى قائمة الإرهاب، سيعمد إلى تصفية القيادات، سيعمد إلى إخماد أي تأثير حوثي أو سيطرة في البحر الأحمر في الخطة القادمة. هذه الاستراتيجية الأمريكية. وأنا أقول أن ترامب حسب علاقته بالخليج وبالذات مصر أيضا، سيقوم بتشكيل حلف عربي بدعم أمريكي لمواجهة الخطر في البحر الأحمر تحت حجة حماية التجارة العالمية. فهذا الملف نحو التصعيد. الحوثيون من خلال السنة الماضية وما رأيناه من تجارب 8 سنوات في حروب سابقة، لم تبدي يوما أي خوف أو تراجع أو تهادن أو تخاذل أو أنها تخشى من التهديدات. لذلك أقول أن اليمنيين بالذات يعني يجب أن يفهم سيكولوجية العقلية اليمنية من قبل العسكريين الأمريكيين، أن السيكولوجية اليمنية لا يمكن أن تجابه بالعناد أو تخوف بالتهديد. وهذا كله يجب عسكريا أن نربطه، أن اليمن أهل حق وهم أصحاب الأرض وهم أسياد البحر، وبالتالي أي محاولات ستكون فاشلة في الأيام القادمة أو التصعيد القادم. طبعا مع ملاحظة أنه أهم العمليات في الآونة الأخيرة جاءت بعد إعلان فوز ترامب في بالانتخابات، وبالتالي ليس هناك أي مؤشر إلى تراجع أو يعني تراخي أو ما إلى ذلك. لكن ماذا عن الشأن الإقليمي؟ وأنت ذكرت أنه قد يكون هذا احتمال أن يشكل تحالف. في السنة الماضية يعني رفضت الدول الإقليمية المشاركة في تحالف الازدهار الذي أعلنته إدارة بايدن، يعني بسبب أن هناك حساسية أنه كيف يمكن مواجهة قوة يمنية تقول أنها تريد بعملياتها دعم غزة. يعني حتى جيبوتي وهي دولة محاذية لليمن قالت بأنها لا تستطيع الاعتراض واليمن يقومون بواجب يعني نحن لم نقوم به. هنا يجب أن ننظر إلى خلفية ترامب الذي له قدرة وسيطرة وسيادة على دول الخليج ويستطيع ابتزازه في هذا الملف. أيضا بوضوح يجب أن ننظر إلى مصر. مصر تعتبر نفسها متأثرة من خلال قناة السويس، حيث أن مصر لحقها أثر اقتصادي كبير جدا، فهي تعتبر حالها متأثرة ومن حقها الدفاع، ومصر لها تجربة سابقة باليمن. وهذه العقلية العسكرية المصرية تستطيع أو تنوي تكرار هذه التجربة لأنهم لا يتعلمون من أخطائهم. هذه الذرائع. أما ترامب كرجل أعمال ورجل صفقات ومعني بالتجارة والاقتصاد العالمي، فهو لا يريد أن يؤثر شيء على التجارة العالمية لأنه أصلاً عقليته تجارية، لكن هو لن يضحي بالأمريكان كجنود، وسيقدم ويشكل حلفاً من دول عربية تعتبر نفسها متضررة، وذلك في حالة زهو بالجانب الصهيوني أنها حققت أو ربما تفكر أنها حققت انتصارات على حزب الله أو على غزة، وأنها الآن تريد أن تستثمر هذا الفوز. هذا كله أنا أقول من باب الاستدراج الإلهي، ومن ناحية ثانية من الناحية المادية الاستدراج العسكري للكيان الصهيوني في لبنان بعد إعلان المرحلة الثانية اليوم البرية. هذا كله يوحيني أن هناك استنزاف
ستتبعه الجبهات الساحات الموحدة. نعم. لتصل هذا الاستنزاف ليس فقط للكيان الصهيوني، بل سيصل هذا الاستنزاف إلى القوة الأمريكية، وسيصل إلى القوة الخليجية، ويصل إلى القوة المصرية. إذن اليمن هي الآن بؤرة الاستنزاف في الصراع الإقليمي، وأنا نعم. أقول ذلك ليس مجاملة أو مبالغة، لأن اليمن على مدار التاريخ من تورط في الملف اليمني بأي دولة كانت سيدخل في عوامة ودوامة استنزاف لا يستطيع الخروج منها. نعم. استنزاف القوة الإقليمية في اليمن هو السبب الرئيسي الذي سيكون في إخماد باقي الجبهات عند الكيان الصهيوني.